رجعنا لكم مشاهدينا ونرحب بضيفتنا الأستاذة زهرة تقي، مستشارة تربوية وأسرية. حياة الله معانا بساعة. الله يحييكم، ساعة مباركة. يا هلا فيك. حياة الله معانا أستاذة زهرة. أستاذة زهرة، حابين اليوم نتكلم عن علاقة الأهل بالأبناء، خصوصا أن هالعلاقة هي اللي تشكل مستقبل الأبناء. طيب. شلون تكون علاقة مبنية على أسس صح، وشلون يكونون الآباء متأهلين حق هالعلاقة؟ أوكي، إحنا لما نتكلم عن الأبوين لازم نبتدي حتى قبل الزواج، أوكي؟ معناته هل أنا قاعدة أختار شريك الحياة الصحيح؟ لما أي أقرر منه الشخص اللي أنا أبي أربط معه حياتي وأبي أكون معه أسرة، لازم أكون واضحة بقيمي، الطرفين طبعاً، الزوج والزوجة. شنو قيمك؟ شنو قيمي؟ أنا شنو أبي من الحياة؟ لما أربي شنو طريقة التربية اللي أنا أبيها؟ أكو ناس مثلاً يرفضون أنهم يتعمقون بهالشكل، ولكن احنا لما نتكلم عن التربية ما تبدأ لما المراهق يكون عمره 13. احنا دخلنا فترة المراهقة already، احنا نتكلم من قبل لا الطفل ينولد، لان احنا حزتها قاعدين نقرر اشياء. مثلا بعض الناس مثلا شيء بسيط مثل كرسي السيارة، هل انت راح ترضى حط الطفل كرسي السيارة وانت ضد كرسي السيارة؟ الرضاعة الطبيعية، هل احنا الاثنين راح نتعاون على الرضاعة الطبيعية ولا احنا ضد الرضاعة الطبيعية؟ حتى مكان نومة الطفل. فاحنا لما نتكلم عن التربية اكو وايد امور نحتاج نتكلم عنها، ومن حسة ما الطفل ينولد احنا قاعدين نربي ترى. صحيح. فهو مو انا ما راح انطر والله لما يصير عمره 4-5 سنين، لا، احنا هذيل ال5 سنوات الاولى بحياة الطفل احنا نسميهم the golden years، السنوات الذهبية. صحيح. كثر ما انا قدرت استثمرها بالطريقة الصحيحة كثر ما انا قدرت ابني شخصية الطفل، وحتى حياتي تتسهل بعدين لما يكون مراهق. انا ما اقدر ابتدي تربية بفترة المراهقة، التربية لازم تبتدي من البداية. أكيد أستاذة، مثل ما قلت يعني هو التخطيط لازم يكون قبل لا ينولد حتى الطفل. بالضبط. أكيد. شلون ممكن يعني بعض الأهالي للأسف تكون طريقتهم في التعامل والتربية مثل ما قلتي تكون صارمة، شلون ممكن نحمي أبنائنا من هالشيء؟ يعني خصوصا إذا كانوا الأم أو الأب قاعدين يسوون الشيء أو قاعد يطبقون الشيء اللي هم اللي صار فيهم مع أمهاتهم. أي بالضبط، شلون نمنع هالشيء التوارثة يعني ما بين الأجيال؟ أوكي. شوفي، أنا ما أذم مثلا بتربية الأهالي أو أولياء الأمور أو أمهاتنا وأبائنا قبل، ولكن أنا أقول أن إحنا العالم تغير. مثلا حزتنا ما كان أكو هالتلفونات الذكية والأجهزة الذكية والإنترنت، ما كان متاح بنفس ما هو متاح الحين، فعالمنا اختلف. فأنا أكو أمور ما أقدر أربي عليها مثل ما هم ربونا أول أربي عليها عيالي، ولكن أكو قيم يعني اللي احنا ما نحيد عنها. مثلا طبعا ترى كل اسره قيمها مختلفه. صح. مثلا حتى احنا مثلا اذا احنا اخوان، انا واختي مو بالضروره ان احنا تربينا بنفس البيت معناته احنا قيمنا نفس القيم. صحيح. كل بيت وكل اسره لها قيمها الخاصه فيها. فانا ما اتكلم بالعاميات، ما اتكلم والله انا ابي والله احنا ما نحب اللي يكذب او الصدق او الامانه، لا، هذه قيم عامه. انا اتكلم بالقيم الخاصه، فاحنا كل اسره لها قيمها الخاصه فيها. متى ما وضحت هذه القيم وضحت طريقة التربية، بوصلتي مالت التربية تكون واضحة. فأنا عارفة لما أنا أي مثلا طفلي سوى شيء غلط شلون أنا بأصحح هذا الغلط، هل أنا بصرخ ولا أنا راح أتعامل معه بإيجابية وحب. إحنا ترى المشكلة مو بالصرامة، التربية تحتاج صرامة بعض الأحيان، المشكلة بالتعنيف. أوكي، المشكلة تكون بالصراخ، شنو الطريقة اللي أنا قاعد أوصل فيها الرسالة حق الطفل إن أنت غلط؟ أوكي. هل أنا قاعدة أهينه؟ هل أنا قاعدة أضربه؟ مثل شنو الصرامة أستاذة عفوا؟ لما أكون صارمة إن أنا حدودي واضحة، كل بيت له حدود، كل علاقة لها حدود ترى. علاقة الخوات لها حدود، علاقة الأزواج لها حدود، علاقتنا بأبنائنا لها حدود كذلك. فإذا أنا طفلي مثلا اليوم غلط، فأنا شلون راح أصلح هذا الغلط؟ هل أنا راح أصلح الغلط بغلط أكبر منه؟ صح. إن أنا راح أهينه، أنا راح أجرحه، أنا راح يمكن أضربه، أو إن أنا راح أتعامل معه بطريقة مغايرة. ويمكن خلينا نقول بعض الأهالي يقول لك إحنا نطقينا ما صار فينا شيء. صحيح. يقول لك أنا تربيت على هالطريقة وهالطريقة ما أثرت فيني سلبيا، فأنا راح أتبعها مع الأطفال. شوفي، أنا أختلف إن هي ما أثرت فيها، هي أثرت. أوكي؟ بالضبط. وإذا إحنا نبي نقر إن هي أثرت أو لا، هذا شيء يرجع حق وعي ولي الأمر. فالتربية تحتاج وعي من ولي الأمر، تحتاج صدق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع
شريك حياته ومع أسرته. فأنا متى ما استوعبت كلنا مرينا، وترى ماكو أهالي بيرفكت، حتى إحنا ترى مو مثاليين، وأنا ما أدعي المثالية ولا أطلب من ولي الأمر يكون مثالي، ولكن أنا أطلب من ولي الأمر إنه يكون واعي إحنا كلنا راح نغلط، أوكي؟ إن إحنا نتوقع إن إحنا ما نغلط بالمرة هذا مستحيل، هذا مستحيل. بس ما يجي أستاذة يعني شخص يقول فاقد الشيء لا يعطي، إحنا ما نقدر نعطي عيالنا لأن إحنا مثلاً كنا فاقدين شيء وما نقدر. أنا عيل العكس، أنا عندي فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بقوة، لأن أنت تدرين إن أنت هذا عجبتني هذه. إيه أنت تدرين مثلاً إن خلينا نقول بعض الأمهات مثلاً كانوا مع بناتهم وايد شديدين، وهذه وايد صارت مثلا بالاجيال الاوليه انه لا البنت تحتاج شده لا تدلعونها، فانت تدرين ان انت فقدتي حنان، فلا صحيح. انا ابي اعطي هذا الحنان حق عيالي. مثلا واحده ربت البيت، الام والابو دائما يصرخون مع بعض، يمكن ما يصرخون عليهم ولكن هم بينهم بين بعض دائما في بيئه كذي يكون فيها نزاع بالضبط. فانت تدرين ان انت مو هذه الطريقه اللي تبين تسلكينها مع شريك حياتك، فبالعكس احيانا فاقد الشيء هو اللي يعطيه الوعي انه لا انا مريت فيها شيء انا ما ابي اكرره مع عيالي. عشان كذي الوعي وايد مهم عند ولي الامر. صحيح استاذه. استاذه احنا كثر ما كنا اباء وامهات اذكياء نشوف الطفل يكون اذكى واشطر، يعني احنا ساعات يكون في بعض المعايير المختلفه بين الزوج والزوجه ويكون في ازدواجيه بالتربيه، يعني القواعد اللي انا ودي امشي عليها ممكن زوجي يخالفني فيها الراي، فشلون نبتعد عن ازدواجيه التربيه خصوصا ان الاطفال اذكياء بهالنقطه. فعلا شوفي وايد مهم ان الام والابو يكونوا متفقين، عشان كذي انا قلت التربيه تبتدي من حزه من وقت الخطبه. انا اي قاعده اخطب، اوكي انت يا بنت الناس شنو تبين، انت يا ولد الناس انت شنو تبي. عشان كذي احنا لما نقول التربيه لا انا ما انطر انا اولد واجيب الياهل واطيح بمشكله وذيك الساعه اقول ها انت شلون تبي تربي وانا شلون بربي، لا احنا لازم نكون متفقين. ولان الطفل ذكي ممكن هو يدري مثلا اذا راح سال امه عن هالشيء راح تقول له اي عادي ما يخالف، ويمكن الأبو راح يقول له لا. فالأم والأبو لازم يكونوا متفقين ويدرون أنه ترى. وإذا ما اتفقوا أستاذة؟ لا إحنا ما نبي نقول إذا ما اتفقوا، إحنا نبي نقول هذا بالبداية، يعني إذا ما اتفقوا شنو ممكن لازم يسوون؟ نشوف نقرب وجهات النظر. أوكي شوفي ماكو أحد هو دائما صح والطرف الثاني دائما غلط، ودائما ترى أنا أقول اختلافاتنا تثرينا، إحنا اختلافاتنا المفروض صحيح. ما تفرقنا. أوكي يعني أنا وايد أؤمن بالاختلاف، اختلاف الثقافات، اختلاف الديانات، اختلاف الألوان طبعا. فإحنا دامنا إحنا جينا أصلا من أسرتين مختلفين، إحنا تحصيل حاصل مختلفين عن بعض، ولكن اختلافنا رح يثري أسرتنا، لأن أنت عندك جوانب حلوة في تربيتك أو في حياتك، وأنا كذلك عندي جوانب حلوة في تربيتي وفي حياتي، رح نكمل بعض، ناخذ الحلو منك ناخذ الحلو مني ونعطيه ونغرسه بعيالنا، ونحاول أن احنا نبتعد عن الأشياء اللي احنا مثلا أنت ضد هالشيء أنا مع هالشيء، خلنا نحاول نقرب وجهات النظر. أنت ليش ضد هالشيء أنا ليش مع هالشيء، شلون نقدر نلتقي، هل أكو نقطة التقاء؟ لازم يكون أكو نقطة التقاء، إذا إحنا قاعدين نربي أسرة مع بعض إذا لازم يكون في نقطة التقاء، ما نقدر إحنا دائما نكون متنافرين عن بعض. أكيد. أستاذة زهرة خلينا نتكلم عن علاقة الصداقة ما بين الأبناء، سواء أم وبنتها أبو وولده أو حتى العكس، يعني متى السن المثالي اللي ممكن يسوون هالشيء، وهل نقدر نقول إن سن المراهقة يعني فات، يعني اللي ما سووا واتبعوا هالخطوة خلاص يعني ما يقدرون يصادقون عيالهم؟ شوفي الصداقة تبتدي من الولادة، أوكي؟ إحنا لما نقول إحنا نربي بإيجابية ونربي بحب، الصداقة شنو؟ الصداقة حب، صح ولا غلط؟ الصداقة مشاركة، الصداقة إن أنا قاعدة أخلق ذكريات مع عيالي، فإذا أنا من البداية أنا سويت أو خلقت هذه الأجواء وخلقت هذه البيئة، فلما الطفل يوصل إلى فترة المراهقة تصير العلاقة تحصيل حاصل، إحنا أوريدي هذا نظام حياتنا، احنا اوريدي نطلع مع بعض، احنا دائما نسولف مع بعض، احنا دائما نشرك بعض في اتخاذ القرار. لما ارد من الدوام اسالهم شنو اجمل شيء صار في يومك، شنو أسوأ شيء صار في يومك، وهم نفس الشيء راح يسالوني نفس السؤال. فاحنا دائما نتشارك، الحياه مشاركه، فاحنا اذا من البدايه ربيناهم على هالمنطلق، اذا لما يوصلون الى مرحله المراهقه خلاص يعني انا ما قاعد اعيد تاهيله مره ثانيه او اعيد تربيته مره ثانيه، ماكو نقطة أنا أقول عندها فات الفوت. أوكي إحنا إذا إحنا في علاقة إذا إحنا دائما في مرحلة بناء.
ولكن البناء يكون وايد أسهل إذا أنا بديت من إذا كان أساسه قوي بعد. إنزين أستاذة، أنا كأم هل فعلا أحتاج أني أكون صديقة أو أكون مشرفة أو أكون كأم؟ لأن المفاهيم قامت تنخلط، الصداقة هل تعني التسيب مع الأطفال؟ هل يعني أن يكون كل شيء نقوله حق بعض بلا حدود؟ ولا شنو مفهوم الصداقة بين الأم والطفل أو الأب والطفل نفسه؟ إحنا من البداية قلنا دائما أكو حدود في علاقاتنا، في كل العلاقات فيها حدود. إحنا أصدقاء ولكن إحنا بنفس الوقت قاعدين نعدل بعض السلوكيات، أحيانا نحتاج مثلا نوجه أحيانا. ولكن إذا أنا كانت علاقتي قوية مع عيالي وعندي فعلا هذه علاقة الصداقة مع عيالي، إذا توجيهي مع عيالي راح يكون خفيف على قلبهم، كلمتي راح تكون سلسة عليهم، أنا أعرف أي باب أدخل. مثلا ولدي شخصيته غير عن بنتي، فأنا أعرف شلون أوصل حق ولدي وشلون أعدل سلوك بنتي. بس هل يمنع أني أكون معاهم صارمة ببعض التفاصيل؟ لا. أنا أحتاج بعض الأحيان أنا دائما أقول يمكن أول جملة والدي قال لي إياها، الظن عزيز بس التربية أعز. أوكي، فإحنا إذا إحنا نعز ونحب هذا الطفل، إذا إحنا نعز تربيته لأن تربيته راح تعود عليه بالمنفعة بعدين. صحيح. أوكي، ولكن أنا ما أقدر من البداية أقول خلوا هذا ياهل، خلي يسوي اللي يبي بعدين يتعلم. لا، من البداية يتعلم. بعض الأحيان الطفل راح يغلط وشيء طبيعي إنه يغلط، ما يصير إحنا ناخذ غلط إنه لما الطفل يغلط نقوم الدنيا ونقعدها، لا ليش سوي كذي وعيب وما يصير وإحنا مو كذي ربيناك. لا، لازم من حقه يغلط ويتعلم، طبيعي إنه يغلط، ماكو أحد ما يغلط، إحنا غلطنا وإحنا نتم نغلط ترى. يعني حتى في أمومتي أكيد أنا قاعدة أرتكب بعض الأخطاء، وزوجي كذلك أكيد هو في أبوته قاعد يرتكب بعض الأخطاء، وفي علاقاتنا عموما نرتكب بعض الأخطاء. فإحنا إذا إحنا نقبل على نفسنا إن إحنا ما نكون مثاليين وإن إحنا مو معصومين عن الخطأ، إذا عيالنا نفس الشيء. فترة الخطأ لازم أنا أكون صارمة، ولكن مثل ما قلنا مساعة صرامة بحب، من غير إهانة، من غير ما أجرح مشاعره، من غير ما أضربه، من غير ما يعني هذا الأبيوز. ما أحتاج إن أنا أزيد الشيلة زيادة عن اللزوم. يعني أنا أقدر أكون صارمة، أنت اللي سويته غلط وهذا غير مقبول وهذا مو مثلا من قيم أسرتنا وهذه حدودنا، شلون نقدر نصلح الغلط مع بعض؟ إحنا دائما لازم نعطي الطفل مساحة إنه هو يعرف شلون يصلح الغلط. إحنا دائما قاعدين نبني شخص إن شاء الله يكون فعال بالمجتمع. صح. فأنا ما قاعدة أربي الطفل اللي اليوم عندي عمره 3 سنوات أو 13 سنة أو 16 سنة، أنا قاعدة أربي إن شاء الله الشاب اللي بيكون عمره باكر 25 سنة هو يبي يربي أو يكون أسرة، الشابة اللي باكر بيصير عمرها 27 سنة وراح تكون تنخرط بالمجتمع وتشتغل وتكون مع صديقات يعني وتكون علاقات. فأنا إذا من البداية ما كنت واضحة وحدودي واضحة، بعض الأحيان ممكن أحتاج أكون صارمة، ولكن أنا قاعدة أربي بحب وأربي بإيجابية وعلاقتي قوية معاهم وأسمع لهم. إحنا دائما لازم نسمع لهم. أنا مو علاقتي معاهم مجرد سوي كذي ولا تسوي كذي. وترى التربية مو محاضرة، مو بكثرة المحاضرات اللي أعطيها حق عيالي بل النقيض. أنا مرات المفروض ما أعطي محاضرة، ولكن أغرس فيهم القيم من خلال طريقة تعاملنا معهم، من خلال حياتنا معهم. هي الممارسات اليومية هي اللي تغرس هذه القيم بالطفل، مو المحاضرة اللي أنا أعطيها إياه مثلا على الريوق ولا بالسيارة، ولا إذا غلط أنظر إنه هو يغلط عشان أنا أعطيه محاضرة. إنزين أستاذة، بغيت أسألك شنو المقياس اللي أعرف إن صداقتي مع طفلي بمكان صح؟ ساعات نشوف مثلا أبهات أو أمهات تكون الميانة مثلا ما نقول طايحة وايد بينهم وبين عيالهم، الطريقة ممكن تستفز البعض، الطريقة تقولين لا الطفل محتاج بعض الأدب، وهي تقولك لا هذا من باب الصداقة. فشنو شلون نعرف أن صداقتي مع ابني صداقة ناجحة؟ إحنا مساعة أرد مرة ثانية أقول أكو حدود يمكن. صح، لأن أكو حدود الطفل لازم يعرف أن أكو حدود حتى مع ولي الأمر. أنا أسمع له وهو يسمع لي، وأسولف معاه وهو يسولف معاي، ويشاركني قرارات حياته، ويمكن بعض الأحيان إذا فعلا علاقتي معه قوية راح يشاركني أسراره. صحيح. أوكي؟ هذا راح يعطيني مقياس أن أنا فعلا قاعد أسوي الشيء الصح، وأنا علاقتي أو صداقتي معه قاعد تمشي بالمجرى الصحيح. ولكن لابد أن مثلا يوم يقول لي مثلا نكتة
ما يصير يقول لي اياها، يمكن هذه يقدر يقولها حق ربعه بالمدرسه. بنتي تي مثلا تقول لي كلمه، هذه الكلمه ما تنقال حق. وهل هذا الشيء اقول لها لا؟ طبعا إيه؟ يعني بصراحه انا اخر تو قبل الفتره بسيطه إيه؟ هم صار عيد ميلاد بسيط وشفت بنتي تقول كلمه احنا متعودين نقولها بالبيت مع انها كلمه عاديه يعني. انا بصراحه ما ادري اذا تصرفي صحيح ولا لا، قلت لها انا سمعتك بينك وبين رفيجاتك ممكن تقولينها، بس قدام امك يكون في وقت الاحترام. صح، دائما الاحترام مطلوب في كل العلاقات. اوكي، واحنا مساعة قلنا اكو حدود. احنا اول شيء قلت احنا مو مثاليين. صح صحيح، وعيالنا مو مثاليين، فلا بد راح يكون اكو بعض الكلمات او اذا انا بسوي نفسي ان لا انا عيالي ما يقولون هالكلام وانا عيالي ما يغلطون، انا قاعد اخدع نفسي قبل لا اخدع اي احد ثاني. اوكي، فانا لازم اتقبل واستوعب ان هم وترى كل عمر لا مراحله، هذه مراحل عمريه لازم يمرون فيها، فلازم يمرون في هذه الاشياء. اكو اشياء تنقال بين الاصدقاء، اكو اشياء تنقال بالديوانيه مع الصبيان، ما تنقال عند احد ثاني. ترى حتى احنا كبنات كامهات، انت يمكن عندك رفيجه تقولي لها أشياء معينة وكلمات معينة، أكو رفيجة مثلا ما تشاركين هذه الأمور أو تتحسس من بعض. صح، الأمور. والرجال صح، نفس الشيء، أكو كلام ينقال بالديوانية ما ينقال بالبيت. صح، مو معناته مثلا إذا الرجل سولف مع أصدقائه بطريقة معينة أو ضحك معاهم بطريقة معينة وهو ما قال نفس السوالف حق زوجته، مو معناته ترى أن علاقتهم فاسدة أو علاقتهم مو طبيعية. لا، أكو أشياء يعني لكل مقام مقال. صح، بالنهاية. صح، فعلاقتي أنا مع عيالي حلوة وطيبة وإحنا أصدقاء ونحب بعض ونسولف مع بعض، ولكن أكو كلمات ما تنقال بين الأم وعيالها أو بين الأب وعيالها. صح كلامك أستاذة. خلينا نتكلم إذا صارت هذه الصداقة وممكن في بعض الأوقات يعني ما بين أم أو الأبو يتخذون قرارات تكون صارمة أو ما تعجب عيالهم، هل هالشيء ممكن يأثر على الصداقة أو شو ممكن هم يسوون كنترول على هالشيء؟ ولا أنا يعني مثلاً ما أخذ هالقرار عشان مصلحتك، فشو ممكن نعدل هالشيء؟ أوكي، الحياة مشاركة. أوكي، فأنا لما أي أتخذ هذا القرار لازم أشاركهم هذا القرار، مو معناته أنا بشاركهم اتخاذ القرار، أكو فرق. أوكي، أكو قرارات أنا ما أقدر أرجع فيها إلى طفلي، لأنه يمكن هو ما يعرف شنو مصلحته. أوكي، مثلاً العوائل الدبلوماسية هو مضطر انه هو يتنقل من دوله الى دوله كل كم سنه، عياله ما يقدرون يحددون هو اي دوله راح يتنقل لها، فعياله مو جزء من اتخاذ القرار ولكن هم جزء من معرفه القرار. مثلا عيالي ما عجبهم القرار، اوكي شنو نقدر نسوي عشان نسهل هذا القرار على اسرتنا، شنو نقدر نسوي عشان نخلي مثلا هذه النقله اللي احنا بننتقل لها كاسره تكون اسهل بيني وبينكم. الـ 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 الخيار اللي انت تبيه يمكن الخيار مو هو الخيار اللي انا ابي. انت تقدر تعبر عن رايك معي وقل لي شنو وجهه نظرك، واذا في مجال ان احنا نقارب وجهات النظر نحاول ان احنا نقرب وجهات النظر، ولكن اذا احنا ما نقدر احتاج ان انا افهم ولدي او بنتي. لازم الحوار. طب الحوار مطلوب دائما، اذا احنا قاعد نقول علاقه صداقه اذا لازم يكون اكو حوار بعلاقه الصداقه. ماكو اثنين ربع كل واحد قاعد على الايباد وبعدين احنا نقول عن نفسنا ان احنا ربع. صح ولا غلط؟ لازم يكون في مشاركه. زين استاذه، احنا كامهات دائما نقول احنا نحب كل عيالنا بالتساوي، بس في فروقات فرديه، ممكن انت تحبين تلعبين مع هذا أكثر، ممكن تحبي تسولفين مع هذا أكثر، خصوصا مع الفروقات العمرية. أوكي، شلون أقدر أوصل لهم حبي وصداقتي بفرق أن في فرق عمر وفي فرق سلوكيات بينك وبين أخوك بدون لا يصير غيرة بعد. صح، نورة. صحيح، لأن الغيرة ترى تاكل فيهم وايد، يعني تلقين راح يحاسبك أنت عطيتي مثلا الكبير تليفون وما عطيتيني. صح، أنت وديتي أختي وما وديتيني. صح، مع أن هذه الفروقات أنا لأن كبير عطيتها، أنا لأن أختك محتاجة وديتها. صح، إذا أنا شنو اللي راح أنتبه له؟ اهتمامات عيالي، كل طفل له اهتمامات مختلفة، مشاركة اهتماماتهم هي اللي راح تحدد علاقتي فيهم. لما أنا أعطي دائما هو ترى هو مو بالكمية، هو بالطريقة أو الكيف. صح، ايه. أوكي، فهني الفرق بين الكم والكيف. أنا ممكن أقعد مع مثلا بنتي ساعتين مع بعض ولكن إحنا كل واحدة قاعدة على تلفونها، فهو كمقياس زمني أنا قعدت معها ساعتين، ولكن كجودة
أنا ما قعدت معاها ولا سولفت معاها ولا كان أكو بيننا حديث ولا شاركتها في ولا شيء، لأن هي في عالمها الخاص بتلفونها وأنا في عالمي الخاص في تلفوني. فإحنا لما نني نتكلم هو طبيعي، بالذات حق الأسر الكبيرة، مثلاً أنا عندي خلينا نقول 3 أو 4 أطفال، إذا كل واحد فيهم راح يكون في فئة عمرية مختلفة. صحيح. إذا أنا عرفت شنو احتياج كل طفل وشنو اهتمام كل طفل، إذا أنا راح أقدر أوفق وأعطي كل طفل احتياجه. بعدين ترى مو بس على الأم، الأم والأبو. صحيح. أوكي. فمثل ما أنا أعرف اهتمامات عيالي واحتياجاتهم، الأبو كذلك يحتاج يعرف اهتمامات عياله واحتياجاتهم. ممكن أن علاقة الأبو بولده تكون قوية لأنه بيطلعون حداق مع بعض، ولا بيروحون دوانية مع بعض، ولا بيروحون المقناص مع بعض، فعلاقتهم راح تكون قوية لأنهم قاعدين يتشاركون وقاعد يخلقون ذكريات في هذا المحيط. علاقتي أنا مع بنتي ممكن تكون قوية لأن إحنا راح نروح مثلاً معارض مع بعض، راح نروح السوق مع بعض، راح نسوي الصالون مع بعض. بالضبط. فاحنا قاعدين نخلق ذكريات قاعدين نتشارك في هذه الاهتمامات مع بعض. طبعا يمكن انا اعطيت صوره نمطيه، ممكن ترى الام تحب الحداق وتطلع مع ولدها حداق. إيه. فانتوا يعني كل بالنهايه الام والابو هم عارفين شنو احتياجات عيالهم، شنو اهتمامات عيالهم، ويوجهون بوصلتهم على هذا، يعني على هذا النمط. اوكي استاذه، تكلمنا عن دور الاهل، بس الاكيد هم العيال لهم دور على اهاليهم. شلون ممكن نخلي يعني نحافظ على الصداقه اللي تكون ما بين الام وبنتها، لكن يعني بطريقه عكسيه، يعني شلون نبي كلمتك حق البنيه شلون تحافظ على الصداقه مع امها، وايضا الابن شلون يحافظ الصداقه مع الابو نفسه. شوفي انا دائما اقول اذا العيال استوعبوا ان الأم والأبو هما صندوق الذكريات وهما صندوق الأسرار. أوكي؟ إحنا ممكن بعض الأحيان ترى الأطفال لأنهم قاعد يكبرون وهم عندهم يعني يمكن يبون يعرفون عن أمور معينة، مثلا يستحون أو يخافون. إيه عندهم فضول، يخافون. إذا أنا ما عندي صداقة أو ما عندي علاقة قوية مع عيالي، بنتي ممكن تخافتي تسألني لأن هي خايفة من ردة فعلي، ولكن هي عندها فضول أنها تعرف عن شيء معين. كذلك الولد، إذا أنا كانت علاقتي قوية مع عيالي، تحصيل حاصل أن بنتي وولدي راح يعرفون أن أنا مستودع الذكريات وأنا مستودع الأسرار، فإذا أنا الشخص الصحيح اللي ألجأ له. ولكن بعض الأحيان الطفل مهما حاولتي ووصلتي له المعلومة ومهما كانت علاقتك قوية معه، لابد أنه هو بعض الأحيان أتي له هذه يخاف، أو مثلاً أو يخش سرة عنده. إيه أو لأن ترى بالنهاية مو بس إحنا ترى قاعدين نربي، إحنا أنت عندك ثلاث أماكن تربي: البيت، الأسرة، المدرسة، والمجتمع. صحيح. فممكن أنت وايد قاعد تتعبين على عيالك وقاعد تربيهم بطريقة معينة، ولكن المحيط اللي بالمدرسة غير مناسب. إيه. فحتى ترى بعدين إحنا نتكلم عن حتى اختيار المدرسة، أنا شو المدرسة اللي راح أختارها حق عيالي؟ هل قيم المدرسة توائم قيم أسرتي أنا؟ لما أنا أكون قريبة من عيالي، الصداقات اللي قاعدين يكونونها، هل الأسر، لأن أحب النهاية هو ما قاعد يصادق شخص هو قاعد يصادق أسرة كاملة، فهل قيم هذه الأسرة تتماشى مع قيمي أنا؟ أوكي. ويمكن ترى الأوليين رح يقولوا لي عقدتي الأمور وايد، أول كانوا يلعبون مثلا الصبيان يلعبون بالبراحة وخلاص، ولكن إحنا اليوم لو كانوا يلعبون بالبراحة، أول الجار ممكن يربي، لأن إذا شاف ولد الجيران سوى شيء غلط عادي يروح يقول له ترى يا فلان سويت شيء غلط، هذا الشيء ما يصير تسويه مرة ثانية. إحنا اليوم الجيران ما يعرفون بعض، ولا عنده الأريحية إنه هو يقوم خطأ أحد ثاني. أكو وايد ناس يتحسسون اليوم، بعض الأحيان الأخت ما ترضى أختها تقوم عيالها أو تصحح خطأ أبنائها. فإحنا ما عاد الفريج يربي مثل ما كان يربي على أيام يمكن آبائنا. صحيح. أوكي. فإحنا عشان كذي لما نقول إحنا ما نقدر نربي مثل ما آبائنا ربوا، لأن المعطيات اختلفت، لأن الأسر اختلفت، لأن الفريج اختلف، فأنا الزمن اختلف، الزمن كله اختلف. فأنا ما أقدر أقول لا أنا بربي مثل ما الأوليين ربوا. صحيح. ولكن أنا مجتمعي وزماني كله تغير. طبعا حابين نشكرك أستاذة زهرة على كل هالمعلومات المفيدة، خصوصا الصداقة بين الأهل والأبناء، نورتينا ويعطيك العافية على المعلومات المهمة. مشكورين، ما قصرتوا على الاستضافة، استمتعت معاكم، والساعة المباركة اللي أقدر إن شاء الله أضيف حق متابعينكم.
شكرا لك، كل الشكر لضيفتنا الأستاذة زهرة تقي، مستشارة تربوية وأسرية، على وجودها معنا في ساعة لا. مشاهدينا بننتقل معاكم إلى فقرة الإتيكيت مع اعتدال المعراج وذوقيات السفر.